أما دلوقتي بقى هنتقابل من خلال زوم مع الأستاذة ريهام إبراهيم، وهي النموذج لأم، تقول لنا هل جروب المامز ده بيساعدها ولا هي ابتدت كمان يعني تبعد عنه، أو إيه المشاكل اللي هي بتقابلها في جروب المامز. الأول مساء الخير يا ريهام. مساء النور، ازي حضرتك؟ شايفاكي مبتسمة كده ايوه وراضية على اللي انت أنا بقوله. بتقولي كله صح، ومعايا انت في نفس بتقولي كله المشكلة. صح. طيب أنت عندك ولاد في أولى إعدادي وتالتة ابتدائي، صح كده؟ صح كده. يلا كلمينا بقى عن تجربتك مع جروب المامز، ودخلتيها من أول يوم ولا يعني أنا مش هقعد أحكي بقى، احكي أنت. لا هو انا من اول يوم بصراحه كنت تايهه، يعني ما كانش بالنسبه لي اول جروب الموميز كنت عارفاه ولا اعرف ايه اللي بيحصل ولا، بس كنت تايهه جدا لغايه ما دخلت جروب الموميز. تمام. انا عارفه حضرتك مش بتحبي جروب الموميز، بس انا بالنسبه لي انا بحبه جدا جدا، مش عشان حاجه. ما قدرتش استحمل. ما هو قدرتش حضرتك عندك حق بصراحه. يعني ما قدرتش هو استحمل. المشكله في جروب الموميز ان انت فعلا بتنامي تصحي تلاقي 3000 مثلا، بالظبط. هي بجد كده. هو انا لو سبته نص ساعه برجع الاقي 3000 4000 مسج، خاصه ان انا عندي بنتين، ما فالبنت شاء الله. الكبيره بيبقى عندها جروب والبنت الصغيره عندها جروب، ده غير ان جروب فيه جروب بتاع الكلاس وفيه جروب بتاع اللي هو ايوه بيبقى فيه المرحله جروبين. العمريه كلها يعني في جروب بالظبط. كمان عليه التيتشر واللي هي وفي جروب ثالث ده اللي عليه مديره المرحله مش ايوه التيتشر. بالظبط كده. انا اول ما اشوف الجروب بتاع ميس فلانه ده انا عارفه ان هي داخله تقول حاجه مهمه، فانا ممكن ابص عليه. لكن جروب المامز فعلا انا بصحى الاقي 6000 رساله، وبعدين ده حقيقي فعلا. كل واحده برضو يا ريهام بتجود حبيبه قلبي، واحنا ما عندناش خلق. يعني انا عايزه اشوف الرد في كلمتين، يا جماعه في ديفوار كذا، يعني في واجب يعني كذا كذا كذا، هيقولوا لي في واحد اتنين تلاته صفحه كذا، لكن افتحي الكتاب والنهارده كانت الميس عيانه وجالها برد النهارده وحصل كذا، ايه طب ليه يا ريهام انا هشوف كل الكلام ده؟ هو حضرتك صح جدا الصراحه، بس انا واحده مثلا انا بشتغل وبرجع بيتي متاخر عشان شغلي طبعا، فببقى بالنسبه لي جروب الماميز هو السورس اللي انا بجيب منه كل المعلومات اللي انا عايزاها. يعني انا عايزه اعرف النهارده كان فيه ايه، بدل ما اخش اونلاين وادور واشوف ايه اللي اتعمل وابتدي اشوف الجدول بتاع اليوم كان عامل ازاي، ايه اللي عليهم ديفوار، في ايه بيحصل في الايكال، كل ده لا انا بخش على جروب المامي وابتدي اقلب لغايه ما اوصل اللي انا عايزاه. احنا كمان عاملين جروب مسمينه ديفوار، ده بيتحط عليه ديفوار بس. يا جماعه بصوا، وفي عشان اللي دايما تعليم فرنسي مدارس فرنسيه يعني دايما يقولوا ديفوار، لكن لو احنا بنتكلم هو بقى عشان الواجب. قناه الاولى بتدخل كل البيوت وكل المحافظات، هو الواجب. الواجب الواجب الدراسي. الواجب الدراسي، اتفضلي. الواجب المدرسي او الواجب الدراسي، احنا عندنا جروب في امهات، في ادمن اللي هم المسؤولين عن الجروب ده، هم اللي بيجمعوا الجدول وبيعملوا لنا جدول وبيبعتوا لنا الواجبات المدرسيه وبيبعتوا لنا كمان كوبي من يعني نسخه من الواجبات المدرسيه اللي موجوده، طيب عشان ما حدش فينا يتلخبط، يعني حتى عشان ما نتلخبطش في الصفحات. طب بقول لك يا ريهام، ايه اظرف حاجه شفتيها على جروب المامز دي؟ بما ان ابتدينا نعلن عن الاكل والطبخ والميك اب والاكسسوري وكده، ايه اكتر حاجه انت مسكتي التليفون كده اتخضيتي قلت ايه ده؟ ده جروب المامز؟ ايه اللي حصل؟ يعني حاجه كده طريفه مره واحده. حاجه طريفه حصلت. لا هو بالنسبه لي بيبقى طريف جدا لما بنقعد يعملوا شير للينكس فيها فيها حاجات كوميديه، بتجيبها بقى من على الفيسبوك، بتجيبها من على الانستجرام، اخبار الفنانين دي حاجات بالنسبه لنا كوميديا يعني اتقلبت فقره. لصفحه كوميديه. لا وهي بجد اخبار الفنانين بالنسبه لي هي فقره اساسيه في جروب كمان دايما في اخبار تلاقي للفنانين. طب دي ده حاجه حلوه. حقيقي. هتلاقي مثلا حد من الماميز بيحب فنان معين او فنانه معينه، فهتلاقيها دايما بتشير قد ايه هي حلوه وقد ايه هي جميله وقد ايه واخر اخبارها ايه وبتروح فين وبتيجي منين، يعني طب انا مالي، لو عايز اعرف اي حاجه هعرفها. انا مالي منى زكي لبست جدا. دراس في اعلان ما اعرفش، انا مالي اصل مارلين مونرو ما اعرفش، انا مالي ياسمين صبري اصلها طلت على البحر، انا مالي في جروب المامز، انا مالي يعني حبايبي وعلى راسي. طيب لا بس والله هل بيحصل فيه اشاعات يا ريهام على الجروب ده؟ يعني انا مثلا عندنا بصراحه لا،
يعني انا يعني انا استفدت مره لما اللعبه اللي كانوا بيلعبوها دي لما كانوا بينطوا كده ويقعد عند الولد اللي اتاذى واتصاب. ده حقيقي. فده ده حقيقي. انا بالنسبه لي ده كان مفيد في جروب الماميز ان انا اخد بالي اقول وخاصه بقى الجيمز اللي بتتلعب على الموبايلات. بالزبط. يعني دايما تلاقوا ان احنا بنحذر بعض يا جماعه خلوا بالكم في لعبه الفلانيه الاولاد بيعملوها في المدرسه فخلوا بالكم من كذا. يا جماعه كلموا مع الاولاد بالذات بقى. كمان اللي بيعجبني قوي في جروب الماميز البولينج. اللي هو ان حد يكون بيتنمر على حد. لو في طفل بيتنمر على حد في الكلاس فاحنا كلنا بجد ودي حاجه انا بجد بحبها جدا بحترمها جدا عندنا ان احنا بنتكلم مع بعض كامهات ازاي الولاد يتجنبوا ان هم يتنمروا على حد. حلوة قوي. دي مهمة جدا. اخر سؤال يا ريهام هل ممكن في يوم من الايام تاخدي قرار ان انت تعملي اكزيت جروب تخرجي بره جروب الماميز؟ استحالة. no لان انا بعرف بجد كل حاجة من عليه. حلوة. لو حضرتك انا بشتغل فبالنسبة لي لا الجروب مهم جدا جدا. ثانك يو يا ريهام ومبسوطة ان انت كنتي معايا النهاردة في يحكى انا ولينا لقاءات بقى في الاستوديو ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ميرسي ربنا معاكي. امين. باي باي. باي.